بالذات مش حافظه؟ 7 مرة تقول لي بالذات، انت مش حافظ أي حاجة ولا مذاكر، وبعدين إيه الخط اللي أنت كاتبه ده؟ خط إيه ده؟ إيه اللي أنت كاتبه ده؟ كاتب روشتة؟ خش، خش جوه، جوه من وشك، خش. خير يا عامر؟ حصل إيه؟ يا ريتني مت يا صبرا. يا ريتني مت قبل ما أشوف اليوم ده بعينيا. فيها خير، ما تتكلم ما تقلقناش. النهاردة يا آدم خدت مقلب عمري. اكتشفت الحقيقة، عرفت الخدعة الكبيرة اللي كنت عايش فيها من زمان. خدعة ايه؟ ما تفهمنا. وهريت المقلب ده من حد غريب يا صبرا. لا، ده أقرب القريبين. ما تتكلم في ايه؟ مين اللي خدعك؟ للأسف أبويا. أبويا خدعني. الساعة الذهب اللي أنا ورثتها عنه وفهمني إنها ذهب طلعت فلسة. فلسة يا صبرا. ايه؟ كداب في اصل وشك، دي دهب 100%، وابويا ورثها عن جدنا الكبير. جدنا خدع ابويا، وابويا خدعنا كلنا. 3 ساعات فلسوا فلسوا. اخرس قطع لسانك، ابويا كان راجل محترم، وجدنا الكبير كان راجل محترم، ولا يمكن يكذب ابدا. يبقى نضحك عليه، وجدي ضحك على ابويا، وابويا ضحك علينا كلنا صبر. اكيد اللي تمنتها عنده كان عايز يضحك عليك ويلهفها بتمن قليل. تمن قليل يا بطل؟ انا اتهزقت النهارده في الساعه. كل ما اخش على محل اقول له تشتري الساعه دي مني، دي ساعه ابويا، دي ساعه دهب، ساعه اثريه. يبص فيها يقول لي امشي من هنا يلا، والتاني يقول لي انت نصاب، والتالت يقول لي انا هبلغ البوليس. ليه يا صبر؟ ليه انا مش عارف افرح من ساعه ما اتولدت؟ ليه مش عارف اعيش؟ عاوز اعزب يوم حلو في حياتي. ليه؟ بس لا، انا مش ضعيف، انا علم منكم كلكم، انا مش ضعيف. لا يا صبرا، لا، مش جاي لك يا شرم، انا مش جاي لك يا شرم. الله، خلاص مش جاي لك يا خليجة. يا اخويا خالد جرى لي ايه ده؟ من عليك جاني. قوم يا ابني شوف ايه اللي دخله المطبخ ده. خاطر ليه عايز اكل لقمه ولا حاجه؟ بس ركني شوت لها. انا عايش كبير، عايش كبير. انا طلعت زي الساعة الفرص بتاعت ابويا، ساعة الفرص بتاعت ابويا، انا ساعة الفرص بتاعت ابويا. مالك يا انا سقعان، سقعان وبردان قوي، سقعان قوي. خلينا نخرج، خلينا نخرج، تعال معايا، خلينا.